احنا معانا على الهاتف الاستاذ ايهاب شعبان، رئيس القسم الرياضي بجريده المسا. مساء الخير يا استاذ ايهاب. مساء النور يا فندم، اهلا بيكم. اهلا بيكم. بحضرتك، وبعتذر ان احنا واخدينك من المباراه، بس يعني احنا بنتابع مع بعض وبنحلل مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله نحتفل بعد المباراه مع بعض باذن الله تعالى. باذن الله. يعني استاذ ايهاب، ايه اللي احنا خلاص بدانا الشوط الثاني، ايه اللي احنا محتاجينه في الشوط الثاني كان ناقصنا في الشوط الاول؟ لا بصي، هي واضح جدا ان الاجهاد البدني مؤثر جدا على فريق منتخبنا، لان احنا لعبنا 3 مباريات 120 دقيقه، واضح التاثير عليها. فريق السنغال مريح عندنا فرق يوم، طبعا هم ضغطين بشكل، طبعا قوتهم الجسمانيه اقوى مننا، هم سرعه جدا. ربنا موفقنا في حارس مرمى جيد جدا، موفق، خط الدفاع بيتحرك بشكل جيد، التكتيك الدفاعي المنتخب مصر ماشي كويس قوي، يعني بيعمل رقابه مزدوجه على كل لعيب تقريبا نقاط القوه في منتخب السنغال. منتخب مصر مشكلته انه مش قادر حتى هذه اللحظه من بدايه الشوط الاولاني للثاني انه يبني هجمه بشكل مضبوط. التمريرات مش مضبوطه شويه، خط النص مجهد جدا. لسه كنت اسال حضرتك، هل خط الوسط فيه مشكله النهارده في هو خط الوسط في الثلاثي ناني وحمدي فتحي والسولية عليهم واجبات دفاعيه ثقيله جدا، فبالتالي التحول الارتداد الهجومي مش بالدرجه القويه اللي احنا نتمناها. كل خطورتنا كانت متمثله في محمد صلاح وسرعاته، احنا كان لينا فرصتين تقريبا هم اللي محمد صلاح بمجهود فردي، المراوغات اللي عملها في الشوط الاولاني وتسديده ثم تسديده قبل نهايه الشوط الاول اللي هي حولها الحارس مندي. المباراه صعبه يعني مش سهله، احنا مجهدين بدنيا لكن احنا بنكافح بنحاول. المنتخب مصر لو خد الكوره ووقف على الكوره ولعب كرات ارضيه اعتقد هيبقى افضل، لان الكرات العاليه والالتحامات مش في صالحنا. يمكن احساس الفريقين انه المباراه دي يعني زي ما بيقولوا انتحاريه، يعني كل فريق فيهم عارف انه يعني انا لازم اخد البطوله دي، خصوصا بالتاريخ ال 13 مباراه اللي لعبوها مع بعض والمنتظر في المباريات الخاصه بتصفيات كاس العالم. يمكن هذا الاحساس من التوتر سايد شويه المباراه النهارده. اكيد في توتر، ده اي نهائي في العالم بيبقى في توتر غير عادي، لان في العادي مصر عايزه تاخد البطوله الثامنه، وما ادراك ما مصر في افريقيا. طبعا احنا برضه منتخب السنغال نفسه ياخد بطوله، وهو مدرك تماما ان منتخب مصر موفق قوي في المباريات الثلاثه لما بيلعب في درجات الترجيح او الوقت الاضافي. انا شايف اهو تغييرات بتتم دلوقتي، تغييرات شايفين مروان حمدي، شايفين تريزيجيه، شايفين زيزو. طبعا دي تغيير، ده معناه ايه؟ معناه ان كروشي بيطور الاداء الهجومي، لان الثلاثه هجوميين، لان هو شايف ان خلاص في جهاد غير عادي. السوليه خرج، نزل تريزيجيه، وهو السوليه من اول المباراه الحقيقه ما كانش يعني موفق قوي، يعني لا هو عشان مجهد طبعا، تمريراته غير دقيقة دلوقتي. يعني اهو زيزو نازل اهو كمان، مصطفى محمد خرج، يعني مرموش اكيد خرج ونزل تريزيجيه. اعتقد دي تغييرات هجومية للتسريع والاداء الهجومي المصري، لانه مش هقدر الدفاع المصري يستمر تحمل الضغط بالطريقة دي. فاعتقد ده تفكير جيد جدا من كروش، نتمنى ان يكون له مردود ايجابي خلال الوقت اللي جاي ان شاء الله. يعني استاذ ايهاب، لاعب انت شايف انه المنتخب يحتاجه في الشوط الثاني؟ ما محتاج، زي ما بقول لك، يمسك الكره على الارض، يعني يلعب كره على الارض، ينقل بسرعه الهجمه من الدفاع للهجوم بشكل اكثر سرعه. هو ده المطلوب، لانه احنا مش قادرين نبني الهجمه اصلا. هنا المشكله بخط النص، احنا عندنا هنا الدفاع كويس والهجوم محمد صلاح بيقدم عليه، لكن المشكله بخط النص. خط النص مش قادر يبني الهجمه، لانه زي ما انت شايفه كده مكبل بالواجبات الدفاعيه. نقاط ضعف عند السنغال ممكن انه فريقنا منتخبنا الوطني يقدر يستغلها في الشوط الثاني. الدفاع سيء، دفاعهم مش كويس، دفاعهم مش، تحركاته عشوائيه، بس انت مش قادره توصلي له، ولما بتوصلي له بتعملي له فتور،
فهنا بقى اللي هنشوف الدقائق اللي جايه ايه اللي هيتم من خلال التغيير الثلاثي اللي تم دلوقتي ان شاء الله. خليني اسال حضرتك، بما اننا كنا بنتكلم عن الاجهاد البدني اللي بيعانوه اللعيبه، الحقيقه يعني لازم برضو نوجه شكر للفريق الطبي اللي قدر انه في ظروف صعبه وفي امكانيات ضئيله وفي وقت قليل انه يتعامل مع اللعيبه ويوصل للريكفري او للاستشفاء، ان هم يقدروا ينزلوا الملعب ويواجهوا فريق اكيد السنهار. بصي انا بحييهم اولا على حاجه نمره واحد اللي هم نجحوا انه يحافظوا على لعيبه منتخب مصر من الكورونا. تقريبا في منتخب مصر الوحيد اللي تم الحفاظ عليه، ما فيش لعيب عانى من الكورونا. ده بسبب الاجراءات الاحترازيه المشدده من الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو عيله. يستحق كل التحيه والتقدير دي اولا، انه اتاح للجهاز الفني كل اللعيبه اللي هم ممكن تلعب متاحين، وبالتالي ده شيء جيد جدا. برضه اللعيبه اللي كانت بتعاني من اصابات زي محمد ابو جبل كان عنده اجهاد عضلي، زي حمدي فتحي كان عنده اجهاد عضلي، ولكن بسرعه رجعوهم وده شيء جيد. طبعا غير الاجهاد البدني احنا بنتكلم عليه عمليه الاستشفاء، اللي هو ان انت بتدي لهم تدريب جيد، بتدي لهم ساونا، بتدي لهم تدريبات في حمام السباحه، بتدي لهم كمادات ثلج في رجليهم. كل ده شيء جيد جدا يعني. وفي ظل امكانيات ضعيفه وفي ظل وقت قليل كمان. وفي وقت قليل، ما احنا يعني هو وصلنا عموما للنهائي، ده انجاز. الحقيقه نتمنى ان احنا نفرح في الاخر، لان احنا نجتهد. الحقيقه احنا تعبنا. بالظبط. والمنتخب المصري تعب اكثر من منتخب السنغال خلال البطوله. بكثير. منتخب مصر في البطوله لعب اهم واكبر مع ثلاث منتخبات، مؤكد لو فاز فيهم اي واحد في الكاس ما كانش هيبقى شيء طبيعي. كوت ديفوار، المغرب، كاميرون صاحبه الارض. وكنا لعبنا نيجيريا ما كناش بالدرجه السيئه، بس ان شاء الله ان شاء الله نفرح، ربما تخسر صفره في خلال الدقائق الجايه ان شاء الله. الحقيقه الدقيقه اللي فاتت انا مع حضرتك كان ابو جبل بيتالق، فالحقيقه انه يعني حاسه انه ابو جبل النهارده هو نجم المباراه. هو نجم منتخب مصر، لان الضغط جامد جدا، كل الكرات الصعبه هو خدها، ارضيه طوليه عرضيه، وبعدين في نقطه تحول كان ممكن المنتخب يبدا ينهار بعد دقيقه 7 لما تم احتساب في ضربه جزاء، ده كانت ممكن تغير نفسيا المنتخب تماما. ده أرباكت كل الحسابات، لو كان دخل الهدف كنا 1-0، تخيلي الموقف ايه دلوقتي. لكن انت دلوقتي على امل يعني، واول دقايق لسه بتقولي بسم الله الرحمن، بتبدأي لعب بمساله بتربك اي منتخب. بس الحمد لله الفريق ماشي ماسك نفسه لحد ما انا شايف اداء دفاعي جيد، تنظيم دفاعي جيد، ينقصنا بقى اداء هجومي جيد. هو ده اللي ناقص، وده مش هيجي الا الكره على الارض، اي كره عاليه مش في صالحنا ابدا. لان هم اطوالهم برضو الحقيقه، اطوالهم وقوتهم ما شاء الله يعني. ده ايه ده احنا بنلعب عمالقه فعلا، عمالقه وايه تخط يعني، تخط في وش اللعيب، تخط يتخط. فعلا يعني هم فعلا اجسام ضخمه. طب شايف حضرتك غياب كيروش ان هو مش موجود، اللعيبه مش شايفينه وجها لوجه، مش شايفين رياكشن وشه، مش بيتكلم معاهم، هل ده ليه تاثير ولا اكيد طبعا ولا اكيد وجوده في الملعب مختلف، وجوده في الملعب مختلف طبعا. اي مدرب لما زي اي فصل او اي اب موجود وسط ولاده او مدرس وسط تلاميذه مختلف، لما تيجي بره بتدي توجيهات برضه مختلف. اعتقد اكيد له تاثير يعني، مهما كان الكابتن ضياء السيد، لكن هم كروش عنده شخصيه وعصب، وبالتالي اللعيب بيخاف منه فبيلتزم تماما جوه الملعب بتاع لبان. هو مش موجود، فبالتالي مش شايفين تعبيرات وشه، مش شايفين رد فعله. التعبيرات دي والاي كونتاكت او نظرات العين دي احيانا بتكون اهم من توجيه من كلمه. يعني ممكن يديله، ممكن هو يعمل باص وحش او شوطه وحشه، بس المدرب يسقف له مثلا، فهو بتدي انطباع ايجابي عند اللاعب ان هو لا مش مشكله هعملها تاني وممكن انجح فيها، وده اللي بيحصل يعني.
يا استاذ ايهاب، النهارده عدد كبير جدا من الجماهير المصريه، يعني عدد كبير من الطيارات وجمهور مصري كتير موجود للتشجيع، سافر مخصوص لدعم وتشجيع المنتخب الوطني. وايضا تهنئه الرئيس على الماتش العظيم اللي لعبته مصر مع الكاميرون. بالتاكيد الحاجات دي ليها يعني درجه كبيره من دعم ورفع الروح المعنويه للمنتخب وتخليه يقاوم اي اجهاد يعني ويستبسل اكتر في الاداء. اكيد طبعا ده معناه ان الدوله مهتمه بالمنتخب والقياده السياسيه مهتمه بالمنتخب. وجود الوزير اشرف صبحي في مباراه الكاميرون وعودته لمصر وبعد 48 ساعه بيرجع يتفرج على ماتش النهارده بره، الماتش اللي فات كان معاه 1000 مشجع، النهارده معاه 3000 2200 مشجع. ده دليل لاهتمام مصر. طبعا مصر تهمها الفوز ده جميل. احنا ابطال افريقيا قبل كده 7 مرات وبنسمع بالمره الثامنه لانه بيدي انطباع طيب جدا عند الشعب المصري، فرحه وسعاده، الشوارع المصريه بتبقى فرحانه، وان شاء الله ده اللي نكون ان شاء الله. الله ربنا يفرح قلب الشعب المصري وان شاء الله نقدر نقاوم، رغم انه السنغال طبعا بتستبسل لانها ما حصلتش على البطوله دي، فيعني بتسعى انها هي بتستبسل لانها عارفه وخايفه لما يتكرر السيناريو الثلاثي اللي حصل قبل كده مع كوت ديفوار ومع الكاميرون الماتشات اللي فاتت دي، هم خايفين، هم بيضغطوا عايزين يتخلصوا الماتش في الوقت الحاصل، لكن في مقاومه غير عاديه من منتخب مصر. نامل بقى انه نفوق شويه يعني، هو ان شاء الله نمسك بس نص الملعب. مسكنا نص الملعب انا باكد لك احنا هنكسب، انه دفاعهم ما يخوفناش، ممكن نعدي وممكن نعمل حاجه يعني. نتمنى انه ده يحصل من غير ما نوصل لاشواط اضافيه، لانه الاجهاد اللي عند اللعيبه قد لا يحتمل ان يكون عندنا اشواط اضافيه تاني. اكيد، ما عشان كده الهجوم التغيير كان هجومي. الثلاثه اللي نزلوا من كروش كان تغيير هجومي مش تغيير دفاعي، وبالتالي هو برضه شايف الجزئيه دي بس. فطبعا ربنا يسهل ان احنا ما نوصلش للمرحله دي ونخطف هدف كده من صلاح ولا حاجه. خطفنا هدف ده هيخلي الامور تستقر نفسيا وحتى يعني الصراع المستمر اللهث ده يبقى اهدى، يعني عندنا أهدى شوية. حاله أهدى من شوية. الاستقرار كده النفسي لازم نعرف ان المباراه صعبه، وان السنغال ده احسن فريق في افريقيا، السنغال صاحبه الترتيب الاول في افريقيا، السنغال تضم بين صفوفها اكثر من 24 لاعب في نخبه الانديه المختلفه طبعا وليس مجرد لاعبين في انديه فئه ثانيه، لا فئه اولى، كلهم نجوم كبار. السنغال فريق يعني لا يستهان به، احنا بنلاعب احسن فريق في افريقيا وجاهز بقاله 3 4 سنين، احنا بنكون فريق مع كروش، احنا ده حقيقي. وده يمكن نحيي المنتخب، وده يمكن اللي مخلي الناس ورا المنتخب قوي، انه حسوا بهذا المجهود وبانه فعلا بقى عندنا المنتخب اللي يستحق ان احنا نعتبر ان هو المكسب قبل اي بطوله. حضرتك دي ده منتخب مصر، واضح جدا لحضرتك في تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي امبارح، قال المنتخب فوق الجميع، الاهلاوي والزملكاوي مع بعض، ما فيش حاجه. فالناس حست بالروح دي، الروح دي فعلا قد ايه الناس بتحب، شافت محمد الشناوي بيحتضن ابو جبل وازاي ومصطفى محمد لما خرج قعد يبوس راس محمد شريف لما خرج، وبرضه ابو الفتوح رباس راس محمد الشناوي، واللعيبه جوه بتخاف على بعض. الونش اتصل باحمد حجازي بعد المباراه مباشره في اول، وشفنا ادي فرصه ضايعه اهو من محمد عبد المنعم، ويعني اهو بدانا الهجوم، اهو بدا نهاجم ورفع ايه ومحاولة يعني لو حط راسه لتحت شوية هدف. على الله نستمر بقى في الهجوم ده إن شاء الله ونخطف هدف سريع. ده تغيير أهو، ده تغيير. نبدأ بقى نخفف الضغط على منتخبنا عشان حتى العضلات بتاعت لعيبة دفاع مصر تستحمل. بالظبط، وإن شاء الله يعني نخطف هدف زي ما حضرتك قلت والأمور تستقر، نهدى احنا كمان شويه كمتفرجين، وان شاء الله انا هنتواصل مع حضرتك بعد المباراه علشان ان شاء الله رب نهني ونبارك ونحلل. اهلا بيكم. بشكرك أيوة جدا استاذ ايهاب شعبان رئيس القسم الرياضي بجريده المسا. الحقيقه المباراه موتره،
يعني اي حد بيتابع هيبقى حاسس انه مش عارف يلحق ياخد نفسه. والحقيقة بالنسبة لي هي تجربة جديدة ان انا ابقى بتابع مباراة وعلى الهوا في نفس الوقت بدي جزء من تركيزي للمباراة عشان اشوف ايه اللي بيحصل، واكون مع حضراتكم علشان نحلل ده او نناقشه او نتشارك مع بعض كأننا قاعدين مع بعض بنتفرج على المباراة مع بعض، زي ما كل الناس متجمعة في اي اماكن بقى، في كافيهات، في قهاوي، في بيوت، قاعدين بيتجمعوا مع بعض عشان يحتفلوا وبينسوا اي انتماء واي لون. مفيش لون، مفيش فانيلا حمراء وفانيلا بيضاء، مفيش اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي، في المنتخب الوطني، في الرجاله اللي على قلب رجل واحد. طيب خلونا نشوف جزء من اخبارنا ونستكمل طبعا اي هجمة، أي تسديدة، أي تغيير في سير المباراة هنبقى مع حضراتكم دقيقة بدقيقة.